نستضيف أبو القاسم، أبو القاسم لطفي، نستضيف أبو لطفي أبو القاسم اللي غادي يستعرض لنا يعني السياق ديال التأسيس ديال العرائش المستقبلي. كنحيوا جريدة مراش أنفو على تتبعها لهذا النشاط هذا اللي هو عبارة عن جمع عام تأسيسي لجمعية عرائش المستقبل، حركة قادرون قادمون وقادرون. هذه الحركة التي سيتركز اشتغالها حول ثلاث مواضيع أساسية: توزيع الثروة بشكل عادل، ثم العدالة المجالية، والبنيات التحتية من صحة وتعليم إلى آخره. طريقة الاشتغال هذه هي طريقة جديدة في الواقع المغربي، العمل على ما هو اجتماعي صرف. هي حركة ليست بحركة سياسية، ممكن لأي مناضل يؤمن بالتفكير الحداثي أن يلتحق بها، شرط أن يقتنع بشعاراتها التي ستعمل على تفعيلها في جميع جهات المغرب وعلى المستوى الوطني. نعم، على المستوى الإقليمي يعني كينتظر يعني الفاعل المدني الجديد يعني على مستوى الخصوصية، على مستوى التعامل مع القضايا يعني سواء كانت القضايا كما قلت الاجتماعية أو ذات الطبيعة التنموية الإقليم يعني إقليم العرائش. طبعا لمدينة العرائش خصوصيتها كسائر المناطق. مدينة العرائش أعتقد رأيي الشخصي لم تستفد من مسلسل التنمية بالصورة التي استفادت منه العديد من المدن، رغم أنها هي مدينة ضاربة في أصولها في عمق التاريخ. إذن هذه فرصة، هذه الحركة توفر فرصة للاشتغال على هذا المجال ولتنبيه المسؤولين في الجماعات المحلية والجماعة الإقليمية وكل غيورين على هذه المدينة أن يستنهضوا الفعل التنموي، وهذا هو المطلوب. الفعل التنموي كما أشار الأستاذ الدكتور مريزق يعني هو كيعتبر أو كيعتمد على الدينامية ديال الأفراد يعني والجماعات، وكيفاش في المستقبل يعني يمكن تفعلوا هذه الدينامية في هذا المحيط بالخصوصية ديالو، الإشكالات والإكراهات اللي معروفة فيه. إذن أنت تتحدث عن طريقة الاشتغال. حقيقة طريقة الاشتغال سنحددها، لأن الآن نحن في محطة تأسيسية بطريقة جماعية، لأن عملنا هو عمل جمعوي بامتياز جماعي. ليس هناك مثلا استراتيجية في البداية مرسومة أو شيء من هذا القبيل، لكن سنرسمها جماعة. نعم، قول عرائش المستقبل يعني نقولوا في هذه اللحظة التأسيسية قامت بانتخاب مكتب. نعم، تشكل من 20 فعلا كان يعني هذا اليوم هو فاعل جمعوي عام تأسيسي بناء على مجموعة. نعم، المعايير يعني للتنزيل على مستوى الوظائف ديال المكتب. نعم، والمهام ديالو. فعلا انتخبنا مكتبا مسيرا لجمعية عرائش المستقبل، حركة قادمون وقادرون، لكن لازلنا لم نوزع المهام، وعندما نقوم بذلك سنعلن ذلك إعلاميا.